بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركة. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء. باعثة الرسالة إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف فاميم كاف. أختنا تقول: إن ابني يشتغل ولا يعطيني شيئا، فاضطر أن آخذ من به دون علمه، هل يجوز ذلك أم لا؟ وماذا علي من ذنب إذا كان لا يجوز، مع العلم بأنني أقول له بأنني أخذت من جيبه كذا بعد أن آخذ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه ما لا شك فيه حق الوالد على ولده، فإنه حق أكده الله سبحانه وتعالى لمحكم كتابه، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الشريفة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال تعالى: وصينا الإنسان لوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، إلى غير ذلك من الآيات على أكدية حق الوالد على ولده. والوالدة بالذات حقها متأكد أكثر من حق الوالد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبر بها 3 مرات، وأمر ببر الوالد 1 واحدة، وذلك لما تعانيه من الحمل والولادة والرضاعة والتربية والشفقة العظيمة على ولدها. ولذلك أوجب الله على الولد البر بوالديه، ومن البر والإحسان إليهما الإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما، طاعتهما بالمعروف ما لم يأمر بمعصية. وما ذكرته السائلة من أنها تأخذ من جيب ابنها دون علمه لأنه لا يكمل لها المطلوب، الحقيقة هذا تقصير من الابن، ولوالدها الحق في أن تأخذ من مال ولدها، بل للوالدين الحق أن يأخذ من مال ولدهما ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فلا بأس أن تأخذ من جيب ابنها ما تحتاج إليه، وإن لم يأذن لها بذلك، لأنه هو ملك لها وكسبه ملك لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول: إن على مثل هذا الابن أن يتفقد أحوال والدته ليقضي حاجاتها. نعم، هذا شيء واجب أن لا يخرجها إلى أن تأخذ من جيبه أو تأخذ من ماله خفية، بل عليه أن يقضي حاجتها ويتفقد حاجتها بدون أن تضطر إلى مثل هذا. نعم، بارك الله فيكم. تقول أختنا: علي دين قديم، وهو صيام أيام أفطر في رمضان كنت فيها مريضة وحامل، وأتعذر كثيرا من القيام، ولم أستطع صيامها من قبل 20 سنة حتى الآن، مع العلم أنني كنت أصوم وقتها أيام رمضان، أما الأيام المباحة لي بالإفطار فلم أشددها حتى الآن، وليس عندي نقود لإخراج كفارة، فماذا أفعل؟ هل أصوم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. القضاء متعين على من أفطر لعذر شرعي أو أفطر لغير عذر، فالقضاء متعين
لأن شهر رمضان يجب صيامه على كل مسلم مكلف. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، فمن أفطر من رمضان وجب عليه القضاء. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويجب المبادرة بالقضاء قبل أن يحل عليه رمضان الآخر. إذا لم يبقى بينه وبين رمضان الموالي إلا قدر الأيام التي في ذمته فإنه يجب عليه حينئذ القضاء، إلا لعذر شرعي. وما ذكرته السائلة من أنها أخرت القضاء لأنها لم تستطع القضاء، إذا كان كما ذكرت وأنها في كل هذه الفترة التي مرت عليها لم تستطع القضاء، فإنه يجب عليها القضاء ولو تأخر، مهما استطاعت فإنها تقضي. والكفارة ليس عليها كفارة ما دامت أنها أخرته لعذر ولم تستطع القضاء بين الرمضانين، كل ما مر عليها سنة لم تستطع القضاء بين الرمضانين إلى أن بلغت هذا الحد، فالقضاء واجب في ذمتها وليس عليها كفارة نظرا لأن تأخيرها في القضاء لعذر لم تستطع معه القضاء. أما إذا كان مر عليها فترة بين الرمضانين تستطيع القضاء لكنها تكاسلت أو غفلت، فإنه يجب عليها أمران: يجب عليها القضاء ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو نصف من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم مع القضاء. وإذا كانت في الحال لا تقدر على الإطعام إلا تقضي ويبقى الإطعام في ذمتها إلا أن تقدر عليه. بارك الله فيكم. ألاحظ الشيخ صالح في آخر الرسالة أنها قد أحصت الأيام التي أفطرتها فوجدتها 40 يوما، فهل من توجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب عليها القضاء، تصوم 40 يوما ولكن لا يجب عليها أن تصومها متتابعة، بل تقضي منها إلى أن تنتهي ولا تفرقات. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع يوسف ندى من بريدة، أخونا له قضية يقول: إن والدي رحمه الله تعالى قد امتلك أرضا زراعية وأحضر لها حفارا ليحفر بها بئرا ارتوازية بقيمة 50,000 ريال، وقد سلمه والدي رحمة الله عليه نصف المبلغ 25,000 ريال، وذلك أثناء عمله بالحفر. وقد قال له والدي: عنك الحفر. فقال صاحب الحفار: الماء موجود ومضمون، وبما أن ظاهره العدالة فقد صدق والدي عبارته. فذهب على الفور فأخرج معدات زراعية، مكينة ماء وطرمبة ورشاش محوري، وركبها والدي جميعها. ولما أراد إخراج الماء بالمكينة لم يخرج أي شيء، وقد غادر صاحب الحفار البئر وهو ضامن لنا الماء الوفير الكثير، وهو يطالبنا بباقي المبلغ وهو نصف المتفق عليه. فهل يجب علينا أن نفي بالعقد الذي بيننا أن توجهوننا إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضية خصومة منتهى فيها إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيها وتنظر في العقد وتنظر العمل وتنظر في الشروط. فهذه المسألة ليس جوابها في هذا البرنامج، وليس جوابها بالفتوى، وإنما جوابها بالقضاء إلى خصمين. جزاكم الله خيرا. مستمع مقيم في الزاحمية يقول: هارون إبراهيم أحمد بعث يسأل ويقول: في يوم الجمعة والخطيب يخطب، ألاحظ أن بعض الناس يصلي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وإنما نهى عن الكلام. أما من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس، ثم يجلس لاستماع الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وجلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين. فمن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وأما إذا كان قد صلى تحية المسجد وجلس ثم دخل الإمام فإنه لا يقوم إلى نافلة، لا يقوم إلى نافلة، بل يستمع للإمام. فبعد ما يدخل الإمام تنتهي صلاة النافلة، إذا خرج الإمام يعني دخل الخطبة.
الخطبة فإنه ينتهي وقت النافلة، أما من جاء متقدما قبل دخول الإمام فله أن يصلي ما شاء من النوافل، وأقل ذلك تحية المسجد ثم يجلس. من جزاء رسالة بعث بها المستمع عبد علي فقيه، الأخ عبد يقول: قرأت في كتاب أنه كان أناس من الصحابة والتابعين ممن يقرؤون القرآن في يوم وليلة، ومنهم من يقرأه في يوم واحد، فهل هذا صحيح؟ يحتمل والله أعلم. ليس هناك ما يمنع إذا تفرغ للقراءة ولم يكن له شغل سواها، يمكن أن يختم القرآن في يوم وليلة أو في يوم، وهذا بحسب ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى للمسلم من نشاط وقوة وحفظ لكتاب الله عز وجل. ليس لحفظ القرآن وقت محدد، وهذا يختلف باختلاف القراء، ولكن من الأفضل والأحسن أن الإنسان يقرأ قراءة مجودة مرتلة، وأن يتدبر وأن يتأمل في القراءة، ولا يكون بسرعة أو هذرمة أو يكون بهز كهز الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هز القرآن كهز الشعر، كما أنه لا يكون القرآن لا تكون تلاوة القرآن بالتمطيط وإخراجه إلى حد الغناء، وإنما يكون القرآن مثل بالطريقة المناسبة التي ليست بالهز ولا بالتمطيط مع إقامة الحروف ومراعاة قواعد التجويد مهما أمكن ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: وجدت حديثا في نفس الكتاب عن علي كرم الله وجهه أن من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، فهل هذا صحيح وما معنى هذا الحديث؟ هذا أنا لم أقف عليه، ولكن كان من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا ليس بحديث وإنما هو من باب الموقوف على الصحابي، ومعنى هذا الكلام صحيح أنه ربما يدخل النار وهو كان يقرأ القرآن في الدنيا، لأنه كان لا يعمل به ولا يتجنب ما نهى عنه القرآن ولا يفعل ما أمر به القرآن، ويكون القرآن حجة عليه. ورد أن القرآن خاصمه يوم القيامة بما ضيع من أوامره ونواهيه، فلا يزال يقرف عليه بالحجج حتى يقال له شأنك به، فيأخذه ويدفعه إلى النار. ويقول بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يقرأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب على لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. الحاصل أن معنى هذا الكلام صحيح، أنه قد يدخل النار وإن كان يقرأ القرآن لأنه لا يعمل به في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا: هل من يقرأ القرآن بسرعة شديدة بحيث أنه في بعض الوقت لا يعرف السامع من أي سورة يقرأ أو أي آية يقرأ ولا يعرف منه كلمة واحدة، فهل تجوز الصلاة خلفه وهل يجوز له أن يصلي بالناس؟ جزاكم الله خيرا. أما في سورة الفاتحة فلا بد أن يقرأها قراءة واضحة لا يترك منها حرفا أو تشديد أو مدا، وإنما يقرأها قراءة واضحة لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة. أما قراءة غيرها من القرآن فكذلك ينبغي لقارئ القرآن في الصلاة وفي غيرها أن يقرأ قراءة مترسلة مع الترتيل، قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مرتلة مفسرة، يقف عند رؤوس الآي ويمد اليدين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يبطل الصلاة إذا كان في غير الفاتحة، فهو لا يبطل الصلاة سرعة المتناهية وعدم إظهار بعض الحروف أو عدم فهم القراءة ممن يسمعه، هذا إخلال بالقراءة بلا شك، وهو لا يجوز عمله مع القرآن، ولكن لا تبطل صلاته إلا إذا كان هذا في سورة الفاتحة، لأن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن تقرأ كاملة بحروفها ومدودها وتشديداتها وأن لا يترك منها حرفا واحدا. أما قراءة ما بعد الفاتحة فهي سنة، لو لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا صلاته صحيحة، وإنما يكون تاركا لسنة، ولكن فعله هذا إساءة إلى القرآن وكأنه لم يقرأ القرآن بعد الفاتحة، فيكون آثما بذلك، فتكون قراءته ناقصة ولكن لا تبطل صلاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة من يصلي في
في بيته وهو جار بالمسجد. إذا كان يصلي في بيته وهو جار للمسجد وليس له عذر شرعي، إنه يكون تارك لواجب عظيم ومتعرض لوعيد شديد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر شرعي، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ومعي رجال معهم حزم من حطب، أو حرق عليهم بيوتهم بالنار. ووصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتينا ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فصلاته في بيته بدون عذر شرعي خطأ كبير، وينقص أجره نقصا عظيما. بل إن بعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح إذا صلى في بيته وترك الجماعة من غير عذر، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته من أجل المشقة التي تعرض له في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجب لك رخصة. فالأمر خطير جدا. وإن كان كثير من الناس في وقتنا الحاضر تساهلوا في صلاة الجماعة وصاروا لا يحرصون عليها، وهذا نقص عظيم، ويخشى عليهم من العقوبة لأنهم تهاونوا في أمر هو من آخر أوامر الدين بعد الشهادتين وهو الصلاة. إن الصلاة عمود الإسلام، والمساجد إنما بنيت للصلاة فيها، لم تبنى ولتنفق فيها الأموال ويرتب لها الأئمة والمؤذنون إلا لأن هذا أمر واجب وليس أمرا مستحبا. الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل إن الله سبحانه أوجب صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف ومقابلة العدو وخشية الهجوم. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر بإقامة صلاة الجماعة مع مواجهة العدو والخوف من هجومه، فكيف في حالة الأمن والاستقرار والصحة؟ فإن الأمر أعظم وآكد. الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يتهاونوا فيه ولا يتكاسلوا مع من تكاسل، فإن هذا أمر خطير جدا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة بتوقيع أحد الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم رضا. أم رضا تقول: كان لدي طفلة عمرها حوالي 6 أشهر، وحضر ذات يوم يالدها ومعه زجاجة سمن بري كان قد أهداه له أحد أصدقائه، وأعطى للطفلة السمن مع بعض الحليب ظنا منه أنه سوف يقويها، وبعد أن شربت الطفلة السمن والحليب أصبحت تنزف دما، وبعد عدة أيام توفيت الطفلة. فهل علي أو على زوجي اسما أو كفارة؟ مع العلم أنه لم يقصد إلا الخير ولم يقصد مضرتها. جزاكم الله خيرا. لا، ليس عليكم كفارة لأنكم لم تفرقوا، ووالدها إنما أراد لها الخير واجتهد لمنفعتها، ولكن هذا قضاء وقدر ليس عليه شيء، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.